أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم قضايا وأسرار. كما عاهدتم مننا دايما أن عنوان برنامجنا المصداقية، ومن أبرز أهداف برنامجنا تسليط الضوء على كل ما يشغل الرأي العام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اللهم اجعلنا دائما من أهل الحق وممن ينصرون الحق. حلقتنا النهاردة بعنوان جريمة الإهمال الطبي إلى أين انتهت؟ للأسف مسلسل الإهمال الطبي أصبح خطر يداهم كثير من أرواح الضحايا. في برنامجنا النهاردة معانا قضية رأي عام، قضية إنسانية من الدرجة الأولى، قضية بتهدد مستقبل طفلة لا تتجاوز عمرها 8 سنوات. في البداية أحب أن أنا أقول أن زي ما قلت أن موضوع حلقتنا النهاردة الخطأ الطبي وما ينتج عنه، أحب أن أنا أقول ما هو الخطأ الطبي، بس أنا هقول الخطأ الطبي بالتعريف القانوني لأن حلقتنا هتقوم على شقين: شق قانوني وشق إنساني. بالنسبة للشق القانوني لازم نكون عارفين أن الخطأ الطبي هو اتخاذ أي إجراء طبي أو القيام أو تقديم خدمة طبية بأسلوب يخالف ما هو متعارف عليه من الناحية العلمية الطبية المهنية. والمفروض أن أي طبيب بيلتزم بالعناية وتحسين حالة المريض الصحية، ولازم يلتزم باتخاذ الحيطة والحذر في تشخيص السليم للمريض، وهو أصلا بيقع عليه عبء التشخيص السليم. للأسف لأن التشخيص غير السليم بيؤدي في النهاية لسيل من الأخطاء، وفي النهاية بتكون النتيجة ضحية من الضحايا. مع اختلاف أشكال الإهمال والتشخيص الطبي غير السليم بتتعدد الضحايا. النهاردة معانا، أنا مش هتكلم كتير، هسيبكم تشوفوا فيديو صغير هيظهر معاكم على الشاشة، هنبدأ بيه الحلقة عن ملك الحسيني، قضية الطفلة التي لا تتجاوز 8 سنوات اللي كانت بتمارس حياتها بمنتهى السعادة وبمنتهى التلقائية، وفجأة للأسف فقدت بصرها، فقدت قدرتها على التعايش كطفلة في عمرها، فقدت الابتسامة، فقدت هتشوفوها وهتسمعوها وهي بتقول إن أنا وحشني إن أنا أشوف ألعابي. هتسمعوها وهي بتقول لكم وهتقطع قلبكم كلكم زي ما هي قطعت قلبي أنا، إن أنا وحشني إن أنا أشوف وش ماما تاني. هنشوف الفيديو القصير دلوقتي مع ملك، وبعدين هنتابع قضية ملك الحسيني. ورجعنا لكم بعد الفيديو وهنكمل معاكم معاناة ملك، وهنعرف الحكاية، بداية الحكاية مع الأم الأستاذة صفاء أحمد. حضرتك هتحكي لنا معاناتك ومأساتك مع ملك من البداية، تمام؟ ونشوف طبعا حضرتك اتخذتي الإجراءات القانونية، احنا هننتظر الإجراءات القانونية، بس حضرتك هتعرفي الجمهور بداية قصة ملك. في بداية الأمر الأمور كانت الحمد لله كلها طبيعية، البنت كانت طبيعية، رجعت من المدرسة. أستأذن حضرتك فضل. معلش فاصل ونطلع تاني ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل معاكم قضية ملك الحسيني. أستاذة صفاء، بعد إذن حضرتك أنا عايزة في إيجاز، ملك دخلت المستشفى بتعاني من إيه بالظبط؟ تمام؟ وأثناء العلاج إيه اللي حصل؟ تمام. في بداية المشكلة إن هي كانت داخلة المستشفى عندها ترجيع مستمر. ترجيع مستمر يعني على طول، حتى لو خدت أي أدوية كانت بترجعها فوراً.
وعليه طبعا بدايه التشخيص كانت بدايه التشخيص رحنا اقرب مستشفى. تمام، دخلنا المستشفى بدايه التشخيص هم كانوا قالوا ان في اشتباه في زايده. طبعا عملوا الفحوصات لقوا ان الحمد لله ما فيش زايده ولا حاجه، وقالوا ان هي عندها شويه التهابات بسيطه في الزايده ومع العلاج هتبقى كويسه. فاحنا لاقيين ان البنت ما كانتش كويسه يعني بتتحسن خالص. عملتوا اشعاعات ونتيجه الاشعاعات ثبتت ان في ارتشاح على المخ. بعد الفحوصات اللازمه طبعا تبين ان في ارتشاح حول السائل النخاعي بالمخ، وقالوا ان علاج دوت عن طريق عمليه البذل من من السائل النخاعي من الظهر. تمام، وبعد عمليه السائل بذل ملك بدات تتحسن، اتحسنت وخرجنا من المستشفى كانت كويسه والحمد لله، كانت كله كان تمام وكان في اتزان وكانت بتشوف وذاكرنا وكانت الامور طبيعيه. كان موعدنا مع الدكتوره بعد 15 يوم في العياده الخارجيه لمتابعه الحاله. غيرت التشخيص تماما ووقفت كل الادويه اللي كانت ملك بتاخدها، ومن ضمن الادويه يعني دي يعني هي غير كان التشخيص ملك كان تشخيص حسب كل الاوراق ارتفاع في السائل النخاعي اللي هو ارتفاع السائل النخاعي بالظبط. كانت ملك موصوف لها علاج معين استيداماكس. تمام، بعد كده الطبيبه قررت انها توقف العلاج ده. معايا ما يثبت ايوه ان هي وقفت علاج السيداماكس، ولغايه النهارده ملك لما بتروح لاي دكتور مخ واعصاب بياكد ان السيداماكسي ما كانش يقف. تمام يعني. طيب حضرتك دلوقتي ملك بعد ما خرجت من المستشفى تم بدات تعاني من انخفاض في الرؤيه، وبعد كده وصل الموضوع في نهايه الامر الى فقد بصرها يوم 16/4. طيب حضرتك عشان إجازة طلبات حضرتك ايه؟ يعني البنت تتعالج، يعني انا مش نفسي ترجع تشوفني تاني، يعني انا مش طالبه عشان تخدم نفسها. يعني هي كانت عايشه الاجراءات القانونيه مستمره. الاجراءات القانونيه يا فندم انا اللي طلبت ان البنت تتعرض على الطب الشرعي، يعني ده كان طلبي. طبعا الاجراءات القانونيه هتاخد وقتها مش هنتكلم فيها بالزبط. تمام، بس حضرتك بتطالبي بسرعه علاج ملك بس لعوده رؤيتها يعني عودتها للبصر. يعني يا رب ربنا يقدر لها الخير، نفسي ترجع تبقى طبيعيه تاني ان شاء الله. يعني طب الاطباء قالوا لك علاج ملك متاح ان هي ترجع يرجع لها البصر تاني؟ العلاج جوه مصر قالوا لي ما فيش علاج، الضمور العصب البصري ليس له علاج. وقالوا ان دوت متوفر خارج مصر. يعني علاج ملك هو عباره عن زرع خلايا جذعيه، والموضوع ده بيتم لان خارج العصب مصر. البصري تضرر بنسبه 95%. من هو احنا معانا ما يثبت ان ملك كانت بتعاني من ارتشاح على المخ، وكانت بتتابع مع الطبيبة، وفي تقارير بالحالة وتقارير بالروجيتات العلاج، ان وبعد ما عملت عملية تركيب صمام كانت حالة ملك طبيا كويسة، وبعدين تدهورت الحالة، وللأسف هي دلوقتي كل ما في الموضوع انها مش بتطالب اكتر من انها تكون طفلة سوية، يرجع لها رؤيتها، يرجع لها بصرها، ترجع لها ابتسامتها. وهترك الكلمة لملك، عايزة هي توجه رسالة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا هسيب لها الكلمة إنها تقول هي عايزة إيه. أوجه رسالة لبابا الرئيس عبد الفتاح السيسي، عايزة طلبين. اول طلب اللي انا اشوفه عشان احكي له على اللي حصل لي، تاني طلب اشوف عشان اعيش حياتي طبيعيه. انا ولا عارفه اشوف شكل ماما ولا بابا، نفسي اشوف شكلهم ولا يعني الوان، مش عارفه العب، مش عارفه، وحشتني مدرستي، الوان لعبي مش بشوفها بسال ماما عليها. يعني انا عايزه ارجع اعيش حياتي طبيعيه، وانا متاكده بابا الرئيس. يا ملك تاكدي ان طلبك ان شاء الله يعني هيتنفذ، وان شاء الله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ما هيعرف ان انت حابه تشوفيه اكيد طبعا هيلبي لك طلبك، وان شاء الله هيقابلك. وكلنا بنتمنى ليكي، ان كلنا بنتمنى الملك
عوده ابتسامتها. انا متاكده هو اللي هيجيب لي حقي، وانا مش طالبه، انا حلمي الوحيد اللي بصري يرجع لي. هي كل ما تطلبه ملك هي حقها يرجع في بصري. العلاج في انها تتعالج بسرعه ويرجع لها بصرها. حلمي الوحيد ان يرجع لي بصري. تقارير الاطباء بتقول ان علاج ملك حاليا هو عباره عن زرع خلايا جذعيه، وللاسف بيقولوا يعني ان زرع الخلايا الجذعيه غير متاح حاليا في مصر، فبيقترحوا ان العلاج بيكون خارج مصر. انا متاكده فاحنا نتمنى ان كلمه ملك انها توصل للمسؤولين. انا املي الوحيد ان شاء الله يا ملك، ان شاء الله يا ملك هترجعي تشوفي، واحنا طبعا في انتظار الإجراءات القانونية لأنها بتسير على خطى سليم، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي، وكل ما بنطلبه وبنسعى إليه جاهدين هو التدخل السريع لعلاج ملك. ملك مش محتاجة أي حاجة، مش محتاجة غير إنها ترجع تمارس حياتها الطبيعية. ملك محتاجة إنها زي ما بتقول محتاجة ترجع مدرستها، هي طفلة مجتهدة وكان عندها طموح ومستقبل. ملك الحسيني بتطالب بأبسط حق ليها، وهو عودتها، عودة ابتسامتها وعودة طفولتها. الأستاذة صفاء، حضرتك يعني إيه ليكي طلبات تانية غير علاج ملك؟ يعني أكيد يعني ملك اتعرضت لمراحل علاجية ما كانتش بتاعتها، يعني كانت قاسية عليها كطفلة، ده خلاها عانت كتير، واحنا جنبيها كنا بنعاني على معاناتها. فانا طلب ان هي تتعالج، وجهه مسؤوله تحقق في الموضوع. انا عايزه احنا موضوع التحقيقات بالظبط قدام الاجراءات القانونيه، طالبه احقاق الحق بس، مش طالبه اكتر من كده. ده املي، املي المطلب الاساسي طبعا العلاج، ده اكيد وما يترتب عليه حسبة التقصير. يعني انا حابه اقول في النهايه كلمه موجهه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضرتك عاهدنا بك بكل مواقفك النبيلة والإنسانية مع كل فئات المجتمع، والنهاردة قضية ملك هي مأساة إنسانية بكل المعاني. ملك كل طلباتها لا تطلب سوى عودتها للرؤية، وده بناء على التقارير الطبية إن فقد البصر كان ناتج عن وقت توقف علاج معين من الأدوية المكررة في وصف الدواء المناسب لعلاج ملك. فاحنا كل اللي احنا بنتمناه من سيادتكم كأب حكيم التدخل لعودة ابتسامة ملك، ولعودة حقها في الابتسامة، وعودة حقها في الطفولة، ومساعدتها في إجراء العملية وعلاجها خارج البلاد. وشكرا لسيادتك، وانا متاكده ان صوت ملك وطلبها بانها تشوف حضرتك اكيد هيوصل لحضرتك، وهتلبي ان شاء الله امنيه ملك، وانك اكيد سيادتك هتتواصل معاها وهتحقق لها الرغبه دي، لان هي طول الوقت بتقول انا حابه كل طلبي الوحيد ان انا اشوف بابا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكلنا متاكدين ان حضرتك ملك هي بنت حضرتك، وان شاء الله ترجع لها حقها في الرؤيه على بناء على حضرتك ان شاء الله. وفي النهايه احب ان انا اشكر الاستاذه صفاء. شكرا، وان شاء الله بنوعدك ان رب. شاء الله ملك هتخف يا رب، وهترجع طفله سويه جدا، واحنا اللي هنيجي نهنيها وهنكون معاها اثناء اجراء العمليه يا رب. املي في الله كبير ان شاء الله يرجع لها بصرها باذن الله. وملك واحنا كلنا بنقول لك كلنا بنحبك وكلنا بنسندك، وما تقلقيش ان شاء الله حقك هيرجع لك، وحقك في الرؤيه هيرجع، وابتسامتك هتنور وشك تاني، وهترجعي تشوفي ماما، وهترجعي تشوفي العابك، وهترجعي تكملي دراستك. هي بتقول انها حابه انها تكون مذيعه، فانا بتمنى لك ان انت تكوني احسن مذيعه في الدنيا كلها، وتحققي كل احلامك، وكلنا بنحبك وكلنا معاكي تمام، وما تقلقيش وربنا معاكي يا رب. وفي النهاية بشكركم.